السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. في الفيديو النهاردة هعمل ريفيو عن الالوان الاستدلر الخشب 72 لون. الالوان دي كانت جات لي من مكتبة المنار. حابة افكركم قبل ما ابدأ الريفيو، لو حابين تشتروا اي ادوات مكتبية من مكتبة المنار تشتروها اونلاين، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم عشان تقدروا تتواصلوا معاهم في الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيب لكم برومو كود للخصومات. هقول لكم رأيي في اخر الفيديو، بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. طيب عايزة اقول لكم ان انا بعد ما بدأت التصوير فوجئت ان الصوت ما كانش واضح وما كانش باين اللي انا قلته، فانا فتحت العلبة وشفت اللي مكتوب على او الدرجات اللي موجودة على الاقلام هي كلها مكتوب عليها 175. انا بصراحة مش عارفة ليه كلها مكتوب عليها 175، بس في حاجة مهمة انا كنت خدت بالي منها على العلبة، ان الالوان دي ميد ان تشاينا، دي مش ميد ان جيرماني، فعشان كده ممكن يكون دي المشكله ان هم مش كاتبين اسامي الالوان بسبب الموضوع ده. بس اتمنى ان هي تكون اوريجينال، يعني ده هيبان في الـ 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 الالوان نفسها، البيجمنت بتاعها والبلندنج بتاعها. فهجرب الالوان بقى واحده واحده. كده ال 72 لون اهم، انا جربتهم دول كلهم اهم لحد هنا، تمام دول انا جربتهم. بصراحه مش قادره احكم على البيجمنت قوي في المرحله دي، ممكن اقدر احكم على البيجمنت من خلال البلندنج، فهعمل البلندنج دلوقتي. اوكي زي ما احنا شايفين كده جربت بليندنج في اربع درجات باربع الوان مختلفة. بصراحة في البليندنج بينت لي البيجمنت بتاعها، هي البيجمنت بتاعها كويس وسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. بصراحة البلند بتاعها انا دي 10 من 10، ممتاز. كل ما بحط لون عشان ادمجه مع اللي بعده زي ما انتوا شايفين متداخلين جدا مع بعض، ما فيش حتى اي فروقات في الالوان على الاطلاق. حتى جربت ان انا ابعد شوية في الالوان بس الوان تكون متناسقة هنا، فبصراحة ممتازة ممتازة جدا 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 في البلندنج. زي ما شفنا دول الدرجات الالوان ال 72 لون، الدرجات طبعا مختلفة لالوان مختلفة. كمان موجود الجولد والسيلفر، وهم اول لونين على فكرة انا جربتهم الجولد والسيلفر. البيجمنت بتاعها وسط، مش خفيف ومش تقيل، في حاجات طبعا اخف وفي حاجات اتقل، بس بالنسبة للبيجمنت بتاعها فهو وسط.
البليندنج ممتازه، البليندنج بتاعها ممتاز جدا جدا جدا، كان باين جدا في الدرجات وانا بجربها. طيب كان في معلومه، عشان بس وانا بصور الصوت ما كانش موجود، مش عارفه كان في ميوت ولا ايه، بس حابه اقول لكم ان الشاربنر اللي المفروض نستخدمها او البرايه المفروض نستخدمها في الالوان دي هي البرايه بتاعتهم ستيلر، وانا موجوده عندي البرايه بتاعتي موجود فيها اللي هي التو هولز او الفتحتين، وفي متوفر كمان اللي هي بتبقى وان هول او فتحه واحده، فنصيحه ان احنا ممكن نستخدمها حتى لاي الوان خشب تانية. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده ورديت على اسئله كتيره كان بيجيلي ان انا اعمل ريفيو عن الالوان دي. لو حابين ان انا اجرب اي الوان تانية لنفس الماركه او ماركات تانية سيبولي في الكومنتس تحت واكيد هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب لليوتيوب شانل، وكمان تدوسوا على زرار الجرس عشان اي فيديو ينزل يجيلكم الاشعار بتاعه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.